تمشي الكرة اللي محمد صلاح مفتاح داخل مناطق الجزاء والهدف الهدف الأول في قلام. شوفوا الإعادة. بشير بن أحمد ما ثماش تسلل، ما ثماش تسلل، يتوغل محمد صلاح مفتاح وأرضية. هذه الإعادة من التوغل من اسكندر السويح، حاول يراوغ ويجبد بالمدافع والعب. بنزا يدخل داخل مناطق الجزاء ووزع والهدف الثاني. انطلاق بنزا، ينطلق بنزا كجناح ايمن، يتوغل يدخل مناطق الجزاء يوزع، ومحمد صلاح مفتاح رايع رايع بالقدم. يعني من العمليات اللي لا يمكن ان نقول عنها الا متهي في حوار مباشر. يتقدم الهدف الثاني ورغم تقدم زوج مدافعين مع، شوفوا اعاده التنفيذ، خرجوا مع زوج مدافعين والكره خلاها وين ما حب. والهدف الثالث يوزع تدخل المعين الشعبين في المره الاولى وترجع في الدقيقة الرابعة الوقت والحصة الإضافية الثانية. لم تفتح وقت غالة الحارس جون جاك تيزي لإعادة زاوية أخرى. كليتون نفس الكرة في كليتون لغالة حارس هيكل الجمامدية في اتجاه النفطي. زبير السافي، زبير السافي يراوغ، يراوغ زبير السافي ويسدد ويسجل هدف. ممتاز هدف زبير السافي الثاني، ممتاز هذا الهدف الثاني. لن يصبح النادي الاسفاكسي ما يقدم بهدفين من قبل زبير. هي اعاده العمليه كيفاش توغل كان على اليسار. سمانة بي للجهه اليمنى ابو كو، اختير العملي النادي الاسفاكسي، تصويب والهدف الاول، الهدف الاول للنادي الرياضي الاسفاكسي. مغلقة كما قلنا، زاوية مغلقة غانية النادي الاسفاقسي يفتتح النتيجة و... سلاحظوا هدين النجم يلعب في التسلل، والابوكو بالقدام مع عبد الكريم النفطي يراوغ ومازال محافظ على الكرة ويضيف الهدف الثاني، الهدف الثاني للنادي الاسفاقسي. عبد الكريم النفطي بعد هجوم معاكس في الدقيقة 73 من هذا اللقاء، الثاني للنادي الاسفاقسي. عبد الكريم النفطي بعد هجوم معاكس في الدقيقة 73 من هذا اللقاء يضيف الهدف الثاني لصالح